أعراض مرض السكر المبكرة. أعراض مرض السكر المبكرة غالباً ما تكون غير واضحة وخفية، لذلك نادراً ما يتم الانتباه إليها من قبل المصابين بمرض السكري، وهذا ينطبق بالأخص على مرض السكري من النوع الثاني. أما أعراض السكري من النوع الأول عادة ما تحدث وتتطور بسرعة وخلال أيام قليلة، فيما يلي أهم ثلاث أنواع من أعراض السكري المبكرة. 1. أعراض مرض السكر المبكرة الأكثر شيوعاً. هناك مجموعة من العلامات الشائعة التي تصاحب هذا الداء. الجوع المفرط. من علامات السكري الجوع المفرط، وذلك بسبب عدم تنظيم كمية الجلوكوز التي تستخدمها خلايا الجسم للحصول على الطاقة. عندها يبدأ جسمك تلقائياً بالبحث عن مصادر وقود إضافية، مما يسبب الجوع المستمر. زيادة التبول. فسر العلماء ذلك هو أن زيادة نسبة السكر في الدم تنشط عمل الكليتين التي تسعى للتخلص من النسبة الزائدة عن طريق البول، مما يؤدي إلى كثرة عدد مرات التبول. جفاف الفم. نظراً لأن جسمك يفقد العديد من السوائل عن طريق التبول، فهذا يؤدي بدوره إلى حدوث الجفاف والعطش الشديد، مما يسبب جفاف الفم والجلد والحكة الشديدة على أنحاء متفرقة من الجسم. ضعف النظر. إذا أصبحت رؤيتك ضبابية وكانت تواجه صعوبة في التركيز وعدم القدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة، فذلك يمكن أن يكون من أعراض ارتفاع مستويات السكر في الدم. ومن جهة أخرى، فإن ارتفاع نسبة السكر في الدم يؤدي إلى تغيرات في مستويات السوائل في الجسم، وهذا بدوره يسبب انتفاخ العدسات في عينيك، مما يؤثر على قدرتك على الرؤية. التعب. بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، يصبح الجسم غير قادر على الاستجابة بشكل صحيح للأنسولين، وحتى الخلايا لا يمكن أن تمتص الجلوكوز في الدم، وهذا يؤدي إلى التعب والضعف على الرغم من تناول الطعام بشكل صحيح والتمتع بالنوم الكافي. 2. أعراض مرض السكر المبكرة من النوع الثاني. كثرة الالتهابات. الرجال والنساء المصابين بالسكري هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى الخميرة التي تتغذى بدورها على الجلوكوز، الأمر الذي يساهم في سرعة انتشارها بين الأصابع والقدمين، تحت الثديين أو حول الأعضاء التناسلية. تستغرق جروحك وقت أطول للشفاء. من مؤشرات الإصابة بمرض السكري تأخر التئام الجروح والخدوش وعدم شفائه بسرعة، وذلك لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يؤثر على تدفق الأكسجين إلى الخلايا، مما يسبب تلفاً في الأعصاب ويجعل من الصعب على جسدك شفاء الجروح. الشعور بالوخز في الأطراف. تعمل زيادة معدلات السكر في الدم إلى ضمور الأعصاب في الأطراف سواء في القدمين أو اليدين، مما يؤدي أحياناً للشعور بالألم والوخز والحرقة، وأحياناً أخرى يؤدي إلى فقدان الإحساس بالكامل في هذه المناطق. 3. أعراض مرض السكر المبكرة من النوع الأول. فقدان الوزن غير المبرر. إذا لم يستطع جسمك الحصول على الطاقة من طعامك بسبب عدم كفاية الأنسولين، فسيبدأ حينها بتكسير البروتين من العضلات كمصدر بديل للوقود، مما يسبب انخفاض الوزن على الرغم من أنك لم تغير طريقة تناولك للطعام. اضطرابات معوية. عندما تدمر خلايا البنكرياس التي تنتج الأنسولين، يلجأ جسمك إلى حرق الدهون، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكيتونات في الدم، مسببة الشعور بالغثيان والقيء، وتدعى هذه الحالة طبياً بالحماض الكيتوني. تشخيص مرض السكري. يمكن الكشف عن داء السكري عن طريق إجراء الاختبارات التالية: اختبار البول والذي يكتشف وجود الجلوكوز الزائد، فحص الدم الذي يقيس مستويات الجلوكوز في الدم ويمكن أن يؤكد إذا كان لديك أعراض السكري،